هذه طبعا مباراة كرة بين فريق التوفيق بالظهران والاتحاد، وهذه أول مرة جلالة الملك عبد العزيز يحضر مباراة كرة ويسلم الكأس. هذه طبعا في الظهران. نعم هذه في الظهران، وهذه جلالته في المنصة الرئيسية والكأس أمامه. نعم. طبعا هذا والدي اللي يسلم على الملك عبد العزيز، واخذ طبعا كأس الفوز. نعم. فكان اتذكر قال لي الوالد انه هذه 3-0 يعني. نعم. فازوا على كان فايز. نعم نعم. نعم. هذا طبعا جلالة الملك عبد العزيز بعد انتهاء المباراه